مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بحضراتكم وحلقة نهاية الأسبوع من برنامجكم عامة يتسألون مع أحمد عبدون. إن شاء الله ابتداء من الأسبوع القادم هنعود مرة أخرى لمواعيدنا وأيامنا الثابتة من الجمعة للثلاث بإذن الله في الرابعة إن شاء الله. النهاردة في حلقتنا معانا موضوع مهم، موضوع بيهم كل المصريين. عندنا أزمة اقتصادية شديدة ما ينفعش ننكرها، عندنا أزمة كمان في الزحام، في ارتفاع التكاليف الحياة والمعيشة بوجه عام. عندي مبادرة طيبة من شخص مسؤولني بالموضوع، زي ما بيتقال كده ايده في المطبخ، بيقول يا جماعة الأزمة والزحمة وارتفاع الأسعار وعدم الإنتاجية سببها ان موظفي الحكومة ما بيشتغلوش، وان ما لهمش أماكن، وخمسة على كل كرسي. طب ما تيجي نريحهم ونريح نفسنا ونشتغل نص الأسبوع. طب المبادرة دي النهاردة بنقدمها لحضراتكم، فكرة جديدة خارج الصندوق، نتفق نختلف ممكن نعدل عليها، بس في النهاية احنا محتاجين نخرج من الأزمة. نحن نعيش في أزمة طاحنة كلنا بنعاني منها، موظفي الحكومة وغير موظفي الحكومة. شوف الفكرة دي أساسها إيه وجات إزاي وإزاي نقدر نعالجها. هذا المقترح وهذه المبادرة من ضيف الكريم الأستاذ الدكتور نبيل عبد المقصود، مدير القصر العيني الفرنساوي سابقا، هو مدير مركز سموم القصر العيني الفرنساوي حاليا. أهلا بك يا دكتور. أهلا بك يا فندم. ومعي طبعا الكاتب والصحفي والصديق العزيز أستاذ عادل النعماني، منورني كالعادة. أهلا بك أستاذ عادل. أهلا أستاذ أحمد زحول. الحمد لله على سلامتك. ربنا يخليك. كل سنة طيب. حضرتك طيب. إذا هذه المبادرة حيثية تليفونات حضراتكم بلا شك، ولكن ما زلنا نحصد توابع زي ما بيقولوا كده، او تمخض او ما تمخض عنه مسلسلات رمضان. بالامس جات الرساله من الصديق العزيز والكاتب الصحفي الكبير الاستاذ محمود بكر، رئيس مجلس اداره جمعيه صحيفه الاسبوع، رئيس مجلس اداره الاسبوع، ومستاء جدا 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 من الحلقه الاخيره من مسلسل ضد مجهول على ما اعتقد هذا الاسم صحيح لغاده عبد الرازق. بعت الرساله، واستاذ محمود بكري رجل زي ما قلت برضو ودايما بقول رجل يعني تماما كل كده بيكتبها، بعت لي كده ملخص سريع بيقول ان البطله عدت قفص يشبه القفص اللي تم فيه حرق الصحفي الاردني في عام 2015، وراحت غاده عبد الرازق لبطله المسلسل وفي تجاوز لكل احكام القانون، وهنشوف هذا المشهد مع مشهد سابق قبل كده من 3 سنين في مسلسل مصداق الاصرار وهي بتذبح خطيب بنتها. يعني غاده عبد الرازق في الحلقه الاخيره من 3 سنين ذبحت لنا بطل قدامها، وفي هذا العام قالت انها تحرقه، بتقلد ما تم بالواقع وداعش قامت بيه في 2015، وبالفعل قامت بقتل المتهم او بحرق المتهم بقتل بنتها داخل القفص بعد ان اشعلت النيران بنفسها فيه، وبعد ان سكب عليها بالبلطجيه البنزين اكيد قبل ما يغلى يعني على هذا الشاب. المشهد جاهز يا استاذ محمد؟ طيب انا بنشوف دلوقتي مع بعض غاده عبد الرازق مع سابق الاصرار وهي بتقتل بنفسها بالسكين، وبعد القتل ودخلنا في الحرق. استاذ محمود بكري هو موجود دلوقتي معانا على التليفون، من ضمن الماء اثار ضيقه من المشهد الاخير في مسلسل هذا العام لغاده عبد الرازق، بيقول فيه ان هنا ترويج صوره لطبق الاصل عن ارهاب تنظيم داعش. والنقطه الثانيه يا استاذ محمود بكر ايضا ده في تحليل المجتمع على تجاوز احكام القانون، وان هنا بتقول للمجتمع لا في قانون ولا في حد هينفذ لك القانون ولا في حد هيجيب لك حقك، انت بنفسك قوم احرق. انا بربط ده باللي قامت بيه برضو سيدتين عايزين يتخلصوا من جوزهم او من زوجهم، حطوا بوتاسيوم عليه في البانيو لمده مشهد لمده 7 دقائق هم بيتخلصوا من الجثه. احنا بنوصل للمجتمع وطول الوقت بنشتكي ان بقى مجتمع فيه عنف، بنوصله لايه؟ كيف تتخلص من خصمك في ثواني قليله؟ معايا الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ محمود بكر. اهلا بيك يا استاذ محمود، كل سنه وحضرتك طيب. اهلا بيك يا استاذ احمد، انت بخير وسعاده. يعني استاذ محمود كلمني، ايه اللي ضايقك في هذا المشهد؟ وشايف هل ده مع سبق الاصرار والترصد نحن ننشر العنف في المجتمع ولا ده بجهل؟ بدايه المسلسل انا كنت متابع المسلسل ضد مجهول من بين المسلسلات كنت متابعها خلال شهر رمضان المبارك. حقيقه الامر حلقه 30 كانت بالنسبه لي صادمه تماما. هذا المشهد اللي تقلد ونسخ صوره طبق الاصل من عمليه
حرق الطيار الأردني معاذ الكساسبة سنة 2015 شهر فبراير على أيدي تنظيم داعش الإرهابي بعد أن أسقطت طائرته. هذا المشهد بنفس تفاصيله، القفص الحديدي اللي للأسف ازاي جاي ونش كبير جدا في الصحراء ينزله يوضع داخله المتهم حمدي لابس لبس برتقالي اللي هو اللبس اللي بتستخدمه جماعة داعش الإرهابية في حرق أو قتل أو إعدام من تريد إعدامهم أو التخلص منهم. يعني حتى مش اللبس، مش البدلة الحمراء بتاعتنا بتاعت الإعدام، لا بدلة البرتقالي. كأنك أنت هنا بتجسد نفس الصورة وبتقول هذا هو نموذج القتل، ثم يسكب عليه البنزين. وجود مجموعات من البلطجية، عشرات البلطجية بسيارات فارهة محيطين بالمكان حرق المتهم حمدي اللي هو تهم بقتل بنتها، ثم هي بنفسها تشعل النيران في داخل القفص فيحترق ويتلوى. بالضبط كأنك بتستنسخ عملية حرق الطيار الأردني معاذ الكتاسبة. الخطورة هنا في ايه؟ الخطورة نمرة واحد، قبل ما تتوجه ندى اللي هي طبعا قامت بدورها الفنان غادة عبد الرازق لتنفيذ هذه الجريمة، ضابط المباحث المختص بالقضية راح لها البيت وقال لها انا توصلت لبعض الادلة والملف مفتوح وحجيب القاتل وححكمه بادلة جازمة، فاستهترت به وبالقانون ولم تلتزم وراحت نفذت هذه الجريمة. احنا كده بنشيع مناخ من الاجرام والارهاب في المجتمع وبنقول لكل من له قضية خد حقك بدراعك، اذا نحن امام شريعة الغاب. نعم. اذا كان هذا يحدث بهذا الشكل اين رجال الامن؟ انت كده بتلغي دور رجال الامن، انت بتعمل عملية كبيرة جدا ونش كبير جدا، عربيات كتير جدا، بطاقية كتير جدا، والامن غائب. اذا انت بتدي رسالة سلبية للمجتمع وللخارج انه الامن غائب عن المتابعة وغير موجود اصلا في مصر لمعالجة او متابعة مثل هذه القضايا. انت بالطريقة دي تؤثر في احترام القانون، تقلد تنظيم داعش الارهابي في جرائمه، وبالتالي بتسيد هذا المفهوم وكأن هذا هو الطريق للرد او هذا هو الطريق للانتخاب، واعتقد خطيئة كبرى لا يجب ان تمر مرور الكرام. طب استاذ محمود بكري، هو السؤال بقى الاخير لحضرتك ومهم جدا، ما يحدث على الشاشة ده بيكون بجهل ولا مع سبق الاصرار والترصد مقصود به نشر العنف في المجتمع والرسائل هيك قلتها دي؟ لا انا اعتقد هو نتيجة جهل، ليست مسألة، لا يمكن لاحد ان يقبل بجريمة مع سبق الاصرار والترصد بهذا الشكل. انا اعتقد انها نتيجة الجهل وعدم الفهم وعدم المتابعة وعدم الدقة وعدم الملاحظة، وايضا هنا احمل الرقابة المسؤولية الكاملة عن تمرير مثل هذا العمل والسماح ببثه رغم ما يحتويه من مشاهد ومن رسائل خطيرة تؤثر على المجتمع وتفرش الطريق أمام تلك الجماعات الإرهابية اللي كانت تسيد مفاهيمها في الوقت اللي احنا بنحارب فيه على الإرهاب. وتشهد لدى جنودنا وضباطنا في سيناء وغير سيناء في مواجهة هذه الجماعات واحنا بننشر فكرهم وطريقتهم في القتل والإرهاب وكأننا نساعدهم على تحقيق أهدافهم ونستنسخ جرائمهم لننشرها ونبثها على الشاشة المصرية. بشكرك جدا، بشكر كاتب الصحفي الكبير استاذ محمود بكري اللي ارسل لي رساله قويه جدا بالامس، وانا بضم بعض المشاهد وبعتبر انها زي الاواني المستطرقه. يعني عندي لحظه دبح من 3 سنين، بعديها باخد جثه في البانيو بالبوتاسيوم، المشهد مده 7 دقائق، بهري الجثه خالص بطلع منها عظمتين، وبعديها كمان بحرق في قفص متهم او مشتبه فيه، وفي النهايه بقول المجتمع منهار والمجتمع بقى عنيف، وليه بقى في جرائم في المجتمع؟ هم دول القائمين على الفن وهم القائمين على رقي الاعلام والفن بيصدروا لنا هذه المشاهد. في النهايه طبعا ناهيكم عن محمد رمضان وان انا البس راجل قميص نوم والفيلم اللي احنا بنشوف منه كل سنه. يعني في تعليق استاذ عادل على اللي احنا شفناه ده؟ هو فضل. انا اؤيد ما قاله الاستاذ محمود بكري جمله وتفصيلا، لانه انت بترسخ وتعزز لدى الناس فكره الانتقام الفردي، وان انت هناك بتلغي دور الدوله في ان هي ترسخ فكره القانون لدى الناس، دي كارثه. الامر الثاني، لم يعد الفن
كما يقول البعض نقلا للواقع. لا بالعكس، النهاردة الفن بينتقل من فن إلى الواقع، الناس بتقلده. وبالتالي أنت لما ترسخ عند الناس فكرة الانتقام الفردي وإن كل فرد ياخد حقه بدراعه، أنت بترسخ قواعد فاشلة فاسدة ضد فكرة الدولة. فين الرقابة هنا حين وافقت على هذه الكوارث التي تتم في مسلسلاتنا؟ هم بتوع الرقابة دي قاعدين بس لفكرة الجنس والعري والرأس بس، ولا ترسيخ فكرة القواعد الثابتة لترسخ فكرة القيم والمسل واحترام الدولة واحترام يعني القانون. يعني بتحمل المسؤولية للرقابة وليس للفنانين نفسهم ولا كتاب السيناريو ولا المخرجين ولا أصحاب رأس المال. في النهاية طالما أن هناك رقيب يجيز أو لا يجيز، يبقى هو المسؤول رقم واحد والأخير. طالما أن أنت عندك سلطة تستطيع أن تمنع، يبقى كل ما يخالف قبل ذلك هو في إطار المسموح طالما إن أنا أقدر أمنعه. وإذا كانت الرقابة لدى البعض فكرة الجنس والعري والرجل والإيد والصدر بس، يبقى أنت مش فاهم الدنيا صح. ده بالعكس، ده أنت ممكن مشهد واحد يعزز فكرة القتل ويزكيها ويدعمها لدى الناس تبقى أشد قسوة وأكثر تدميرا للمجتمع من العري ومن الرقص ومن الصدور والنهوض الظاهر. دكتور نبيل عبد المقصود، شايف برضو المسؤول في النهاية هي الرقابة اللي بتوافق على هذا المصنف الفني، ولا شايف ان هناك رقابة المفروض انها متمثلة في الفنان وفي صاحب القناة وفي من يكتب وفي من يمثل وفي من يخرج؟ بص حضرتك، الجزء الثاني اللي حضرتك بتقوله دوت، المنتج او الممثل او دول اعمال كلها تجاريه. هو عايز يعمل حاجه، عايز يتفرقع، عايز يكسب، بيبص لها من الناحيه التجاريه. احنا عندنا رقابه زي ما تفضل الجميع وقال. يعني معنى الرقابه؟ طبعا الرقابه دورها ايه بقى؟ توزن الامور وتشوف الصح من الغلط، لان ده هينفتح على المجتمع كله والشباب هيشوفوه. الشباب هيشوفوه انت بتفتح لهم مجالات غير مقبولة. وبعدين بعض الناس ممكن يتطرق ليهم ذهنيا ان دي طريقة سهلة او دي طريقة احطه في البانيو. الطريقة اللي هم على فكرة حكاية موضوع التدسم ده، بما ان انت بقى دكتور وبتاع طمني، فعلا ممكن زوجك ده غلط اللي هم كاتبينه ده على فكرة. بس ده فعلا ممكن علميا غلط. علميا طمنتني، اقول لك بنطمن الازواج. لا لا علميا غلط. يعني بقول كل الزوجات خلوا بالك، ده شغل سينما. يعني هتغطي البوتاسيوم الراجل برضه مش هيخاف. المشكله ما هيطلع معاها برضه. لا لا ده انا هقول لك بس هتتسجن. هديك دليل انه غلط. ايوه طمني يا دكتور. ومن داخل المشهد بتاعهم. ايوه اللي هم عملوه ده معناه ان المخرج غير قدير في هذه اللقطه. ايوه اولا هو حاطه في البانيو وحط عليه البوتاسيوم، ولا معرفش حط عليه، حطوا البوتاسيوم وقعدوا يقلبوا فيه بس طلعوا الصودا الكاويه. حطوا الصودا الكاويه وقعدوا يقلبوا ويعملوا الحركات اللي هم بيعملوها دي. بعد كده طلع لك الاندرويد العظم، وبعدين طلع لك هدومه. قال لك الهدوم ما بتدوبش بالماده دي. لا يا فندم، اذا كان اللحم واللحم داب. لا طبعا قال لك ما بيدوبش. ده سالوا المخرج قال بدليل ان الجوانتي اللي في ايديها ما بيدوبش. طب ده غلط. ده غلط برضه. طبعا غلط. يعني اذا هنا بقول للزوجه الجوانتي ده بلاستيك برضه هيدوب. طبعا هيدوب. بلاستيك الصودا الكاويه صح هدوب الحاجات دي. مفيش داعي نقول بقى الصح، ما نعرفهمش. بس هو في النهايه يعني أيوة. اثار الجريمه موجوده موجوده. يعني كلام مش مظبوط. تحلل الجثه بالكامل ده ما بيحصلش. لا 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 ده له قواعد وله نظام. لا ده ما تقولهوش بقى خلاص. المهم ان هي ايه يعني ده كلام غلط. طالما جاب المشهد وجاب الفكره هتبدا الست بقى اللي عايزه تحرقه وتولع فيه ده هتبدا تستكمل الموضوع بقى وتدور وتبحث. مصر كلها النهارده وهي بتتكلم على يوم الثلاثاء منتظرين الماتش، وقلبنا مع مصر ويا رب يفرح الشعب المصري ويفرحنا النهارده الساعه 8 بالليل ان شاء الله، ومحتاجين نفرح ويا رب يا رب يا رب ربنا يوفقنا. ولكن برضو بلا شك من امبارح للنهارده مواقع التواصل الاجتماعي قبل ما ادخل في حلقتنا النهارده مثاره وبتغلي حوالين موضوعين. والاستاذ محمود عطيه المحامي تواصل معايا بالامس واليوم ومصر ان هو يتدخل معانا، وشغال هو بقى على مواقع التواصل الاجتماعي مع وضد حاجتين. عندي 100 نائب من نواب البرلمان سافروا لتأييد الفريق القومي. عيني وعلى راسي لو حضراتكم مسافرين على حسابكم. انما قيل بقى ان هم مش مسافرين على حسابهم، دول مسافرين على حساب المجلس. في صندوق، في فلوس، في مش عارف مين. بنحاول نتواصل مع الاستاذ محمود عطيه معانا على التليفون. طيب
يعني هو ما بيردش على التليفون، بس انا كنت اتمنى انه يكون موجود معانا واحنا هنحاول معاه طول الحلقه. الموضوع ده مضايقه جدا وكتب تويتات، لو هي موجوده ممكن نطلعها على الشاشه. وانا كنت بعتها النهارده. في موضوع تاني كمان، هو سفر بعض الفنانين والفنانات ايضا لتأييد هذا الفريق. المشكله ان هم راحوا قعدوا في نفس الفندق. يعني ما اشيع وما تم تصويره على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض التصريحات ان كابتن محمد صلاح مستاء جدا 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 من هذا الازعاج. بدأ يبقى فيه الامن يتدخل، انها بقت فرح شعبي او فرح بلدي موجودين هناك. عندي موضوعين، سفر الفنانين والفنانات ده شيء مجدي ومفيد للفريق انهم يقعدوا في نفس الفندق، ومين اللي مسافر ومين المحتوى؟ بسير هذه القضيه ان قناه الجزيره بالامس سهران عامل علينا حفله على سفر فيفي عبده وخمسه موار والموجود هناك، ومجموعه من الصحفيين والاعلاميين سافروا، وهو السؤال برضه هم سافروا على حسابهم ولا على حساب البلد؟ بيقال على حساب شركه اتصالات تبع للدوله، يعني اذا في النهايه سفرهم على حسابهم وعلى حساب الشركه اللي هي تملكها الدوله. استاذ عادل النعمان، عشان نقفل هذه القضيه وندخل في القضيه الرئيسيه النهارده، شايف ازاي سفر بعض النواب او ده 100 نائب مش بعض النواب لتأييد الفريق؟ شوف انت يعني حسمت الامر. من حق اي حد ان هو يسافر على نفقاته الخاصه يروح يشجع الفريق، هو حر. يعني انا ما اقدرش احجر على الغني ان يتصرف تصرفا فقيرا، عشان نكون واضحين. وانه مش معنى ان انا مش قادر اسافر او بحقد على من يسافر، طالما مسافر من جيبه من ماله الخاص. وده انا بأعلن من برنامج حضرتك ده، هذا بلاغ لمن يهمه الامر، بلاغ لمن يهمه الامر في شأن هذا الوطن الذي يعاني، لابد من فتح تحقيق في هذا الموضوع. من سافر على نفقة الدولة حتى لو كانت شركة من الشركات لابد من استرداد هذا المال فورا. وأنا كمواطن دافع الضرائب لا أرضى على الإطلاق أن يتجه مالي الذي دفعته للدولة أن يتجه مثل هذا الاتجاه. أنا صاحب الحق الرئيسي، دافع الضرائب هو صاحب الحق الرئيسي في هذا الشأن. لا تقول لي صندوق خاص لمجلس النواب، ولا تقول لي شركة بتدعم هذا الموضوع، هذه شركة أيضا تمتلكها الدولة، ولابد أن يكون التصرف لصاحب الشأن تصرف رشيد يراعي فيها ألا يثير حفيظة الناس. لأنه مش ممكن أبدا أنت رفعت الأسعار امبارح في البنزين وبتقول والمحروقات وبتقول أن الدولة بتعاني على رأس الكهرباء والغاز. ما تتخذ من هذه الأمور إذا ما كان لمصلحة الدولة على رأسنا من فوق، لكن ألا تتصرف الدولة في نفس الوقت تصرفا يثير حفيظة الناس. أنت بتقول للناس ادفعوا وشخصيات ما تنفعوش مني، يعني مش محتاجين من كمان، يعني مليونيرات مسافرين على حساب الدولة شيء ينفعش. أنا غير موافق، أنا كمواطن مصري صاحب الحق الأصيل في هذا الشأن بأقدم بلاغي هذا لمن يهمه الأمر في هذا الوطن أن يراعي هذه المسألة وأن يتم التحقيق فيها. فإذا ما سافر عضو مجلس النواب على نفقة الدولة أيا ما كان الصندوق، وايضا هؤلاء صندوق خاص بالعاملين ايا ما كان، طالما في النهايه نبتت هذا المال من داخل هذا الوطن فاهلا وسهلا، يبقى يتم التحقيق فيها ويتم استرداد هذا المبلغ فورا للدوله. هنا بقى بتقول للناس اتفضلوا، انا فعلا باحمل الناس جزء من الاصلاح الاقتصادي نعم، لكن في نفس الوقت لا تثير حفيظه الناس البسطاء والفقراء، حرام. طب ده بالنسبه لسفر النواب، طب بالنسبه لسفر الفنانين والاعلاميين زي نميس الحديدي على حسابه يا فندم، هو حر مش على حسابه، على حساب الشركه ممنوع يا فندم. هو اصل ما هو اصل الشركه اصل ده مالنا احنا كمان. ما هو ده اصل، خلي بالك ده فيه مهم جدا انه التصرف لا يثير حفيظه الفقراء والبسطاء، ده مهم جدا. هي الفكرة مش انه المال سايب، المال لازم يكون محافظ عليه. طب سفرهم ده في النهاية هيجيب مردود ايجابي؟ يجيب ما يجيبش دي مش قضيتي، إذا سافر على نفقته الخاصة يسافر يروح يجري يعمل هو اللي عايز يعمله، هو حر، هو حر في ماله يا سيدي، لكن ليس حر على الإطلاق في أنه يحصل على جنيه واحد، ليس من حقي وهو مال الناس. طب انا هنحاول برضو يعني طول ما احنا شايفين في الحلقه نحاول نتواصل مع استاذ محمود عطيه منسق مصر فوق الجميع، بس هناخد بس في النهايه صوره كمان مجدي عبد الغني. البعض اعترض عليها بالامس وباليوم وهو واقف بيصلي اثناء التدريبات، وله صوره هو في الطياره في الفيرست كلاس هو واقف بيصلي في وسط اللعيبه. هل دي نوع من المزايده من قبل مجدي عبد الغني، ولا دي حريه شخصيه، ولا مزايده من قبل مواقع التواصل الاجتماعي اللي هو الترصد والتراقب، وان بصوا بيصلي ما كان صلى في الجامع كان صلى في بيته وكان صلى في اوضته؟ شايف المشهد ده والصلاه في اثناء التدريبات
فيها مزايدة من قبل مين؟ يعني ما اقدرش اجزم يعني، لكني اقول كلمة حق فعلا، ان هؤلاء ناس قد اخذوا حقا اكثر من حقهم كتير، والمسألة مش سايبة الى درجة ان المتعة والفسعة على حساب الدولة تكون للبعض، سواء كان صلى الله عليه وسلم تانية للسفر وست الاصائل. آه لا، ان هو بيصلي اصلا مش هدخل جواها اقول لك هو كان بيصلي مزايدة ولا كان بيصلي حقيقي ولا الجزيرة. طب هل احنا كمواقع تواصل اجتماعي، ما دي نقطة بقى، عندنا برضو نوع من المزايدة دائما، يعني ليه هجموا؟ انا شفت ايه من المشكلة الواحد يصلي في اي مكان مدام مكان طاهر، يفت سجادة او حتى يعني على عرض طاهر. ما انا قلت لك هي دي مش المين ايشو، مش هو ده القضية الرئيسية بالنسبة لي، هو صلى فين او ما صلاش فين. ما احنا بنتزنق احيانا وبنصلي في الشارع، بنصلي في القطر، بنصلي في العربية، تمام، مش القضية. طب ندخل بقى على طول في المبادرة. قبل بس ما عايز اقول لك حاجة، اتفضل. المال العام له قواعد ومنظمة له وله القائمين على متابعة صرف هذه الأموال، فدي لها ناسها، المفروض ان هم بيتابعوا المال العام بيتصرف ازاي، وفي قوانين وقواعد منظمة لهذه الأموال. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، هل هيعود، حضرتك سألت سؤال، هل وجودهم هيبقى له مردود ولا ملوش مردود؟ هو ممكن يبقى له مردود ايجابي وممكن يبقى له مردود سلبي. السلبي ايه في الاول؟ السلبي هو انهم ينزلوا مع اللعيبه في نفس الاوتيل، هما نزلوا زي ما حضرتك تفضلت وشرحت، وان يبتدي يحصل هرج ومرج. وخلي بالك الماتش ده بالنسبه لنا حيوي جدا، واللعيبه تحت ضغط نفسي، ما ينفعش ان انا اعمل لهم ديستراكشن، يعني ازعاج و لا يعني ضغط يعني اشتت انتباههم، تشتيت صح، اشتت انتباههم. ما ينفعش، لازم يبقى فيه هدوء كامل، لازم يبقى فيه تركيز. سكون كامل، يبقى فيه قدره على التركيز. فده مكان تواجدهم غلط، لكن مكانهم الاصلي فين؟ في الاستاد، يبقوا موجودين ويسقفوا ويعملوا اللي هم عايزينه، بحيث ان هم يشجعوا على حسابهم. دي نقطة مش هنختلف عليها، احنا قلنا في الأول في قواعد منظمة للمال العام، وإذا ما كانش في قواعد منظمة يبقى الدنيا بايظة. طب يعني يا ريت يا جماعة بس نقول الجملة دي تاني على لسان ضيف الكريم دكتور نبيل عبد المقصود، إذا ما كانش هناك قواعد منظمة يبقى قواعد. الدنيا بايظة. في قواعد، إذا كان هناك قواعد منظمة وهذه القواعد بتقول على حساب الدولة، فبرجع بقى لتصريحات ضيفي الكريم الأستاذ عادل النعمان، ده ما ينفعش، هو كمواطن من دافع الضرائب مش قابل ده. شفت أنا رفضه، أنا طلعت من الموضوع إيه بقى، إيه ما قلتش حاجة، هو ضيفي الشمال اللي قال وضيفي اليمين هو اللي كمل. لا أقول لحضرتك، أنا قلت كلامي واضح، أنا قلت في قواعد، في قواعد أكيد، والأستاذ عادل شايف لو قواعد منظمة لصرف المال العام، وفي ناس قائمين على متابعة تطبيق هذه القواعد، إذا كان في خطأ فيجب ان يتم تصحيحه. طيب يعني احنا لسه بنتكلم النهارده عن المبادره، حوريكم كده جزء تجربه موجود لمواطنه او مواطن بيحصل له ايه لما بيروح اي جهه حكوميه عشان يتعامل مع موظفي الحكومه. ونرجع سريعا نبدا على طول بفكره ضيفي الكريم، هو ان موظف الحكومه يشتغل 3 ايام بس في الاسبوع. نشوف مع بعض الفيديو ده. طول حلقتنا النهاردة هنشوف مشاهد من أفلام بتقول ده، ولقطات من الإرهاب والكباب وبعض المسلسلات، ولكن اللي شفناه ده الواقع المرير لمن يهمه الأمر. ده نموذج للي موجود على أرض الواقع بشكل أو بآخر. ممكن تلاقي حد اللي بيزعلك، اللي بيشوح لك، اللي ما بيردش عليك، اللي الأستاذ قام يصلي فيقعد له ساعتين، أو ما جاش النهاردة، أو بيفطر، أو ملوش مزاج إنه يأدي لك الخدمة بتاعتك. ضيف الكريم النهاردة فكر بفكرة خارج الصندوق، وزي ما قلت هو إيده في المطبخ، إنه كان مدير القصر العيني الفرنساوي، قعد تقريبا 3 سنين ونص، ودلوقتي هو مدير مركز السموم للقصر العيني الفرنساوي. طب دكتور نبيل عبد المقصود، كلمني عن المبادرة بتاعتك، بالتحديد هدفها إيه؟ بص حضرتك، تعالى نتفق الاول ان احنا في مرحله حرجه اقتصاديا، وان الدوله اتخذت اجراءات الهدف منها انها تحاول تصحح المسار الاقتصادي. اجراءات صعبه، اجراءات عنيفه، اجراءات جريئه، يمكن ما فيش حكومه قبل كده اتخذت هذه الاجراءات الجريئه، وكان عندها القدره او الشجاعه ان تتخذ هذه الاجراءات الجريئه. ليه؟ لان عايزين يصلحوا الموقف الاقتصادي. طيب يبقى احنا متفقين على كده،
يعني عندنا ازمه، انت عايز تقول في مهنه عندي ازمه، ازمه بندفع كلنا ثمنها يعني، ازمه والحكومه بتتخذ اجراءات عشان تصلحها. تمام. طيب احنا عندنا ازمه ثانيه، عندنا النظام الاداري او الموظفين الموجودين حوالي 6 مليون. 6 مليون موظف الحكومه. سبعة دلوقتي، 7 مليون موظف حكومه. بعد الجزء اللي اتثبت بعد 25 سنه. انا متاكد والاداريين يعلموا ذلك والقيادات تعلم ذلك، ان انت مش محتاج اكتر من مليون ونص او 2 مليون. يبقى انت عندك 5 مليون زياده. 5 مليون موظف حكومه بيدفع او هو يعني بيكلف الدوله فلوس وهو ممكن يكون بيشتغل حاجه ثانيه. ما انا لسه هقول. طيب هل تقدر تمشي دول؟ لا طبعا. تقدرش نثبتهم، تقدرش ما تقدرش تمشيهم، لان دي كل واحد وراء اسره، خلينا منطقيين، كل واحد وراء اسره، فما ينفعش. ما احنا مش عشان نصلح نيجي على المواطن، ما ينفعش. ده تراكمات، السبب الوحيد ده يعني تراكمات حاجات سابقه. لا بعيد عن الناحيه الانسانيه، هل قانونا ينفع انك تمشيه من غير ما يرفع عليك قضيه؟ طبعا ما ينفعش، لا قانونا ولا انسانيا. يعني ناحيه ولا اداريا هو ولا فنيا ولا اي حاجه. هو يعني ممكن اذا فتحت باب معاش مبكر، معاش مبكر وتخيره عن هو اللي هيطلب. هو اللي هيطلب يفتح الباب. ما هو مفتوح. طيب يبقى احنا عندنا عدد كبير. طب دلوقتي انت عندك كل كرسي ده لو كرسي في الحكومه في سته قاعدين عليه، سته قاعدين عليه، واحد بيشتغل والخمسه التانيين يا اما سيده ولا بيتناوبوا العمل. لا 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 بص، السته المفروض موجودين. ما انت الاوضه هتلاقي المكتب، مش ممكن واحد قاعد على مكتب في اوضه، هتلاقي الاوضه فيها 15 واحد. العمل ده ممكن يقوم بيه ثلاثه، لكن انت عندك 15. فتلاقي واحد بيشتغل والتاني مزوغ بره وعامل حسابه معاه ان ده بيخلص لي الموضوع دوت. خلينا منطقيين وواقعيين، بحيث انه بيمشوا امورهم مع بعض، بحيث ان الدنيا تبقى ماشيه وانا اشتغل بره. بتكون النتيجه انه بياخد مرتبه، الحكومه بتدفع ومفيش حصيله، ما بينتجش، ما بيديش. طيب ما بيديش ليه؟ عشان بيقبض قليل ولا عشان مفيش رقابه على انتاجه؟ مش حكايه ان بيقبض قليل، بيفرق يعني. هو حضرتك مش بيقبض قليل، هي الفكره هو عايز يحسن دخله فبيشتغل بره، ده موضوع تاني. لكن العمل ماشي بيه او من غيره، هم زياده عن العمل، هم زياده عن العمل، العمل ماشي بيه او من غيره، فبالتالي بيرتبوا امورهم. طب امال ليه ما بروح بقى الاقي زحمه وزحام وطوابير؟ وبين دلوقتي بنتعامل بالارقام زي البنوك، يعني اروح في اي مكان النهارده مفيش مصلحه من غير طابور. عارف ده انتوا كتير كده موظفين الدوله كتير. بقول لك عارف، لو واحد اللي بيقوم بالشغل هيبقى مسؤول وهينجز، لكن لما ثلاثه بيتكاسلوا على بعض، اربعه بيتكاسلوا اكتر، فيقول لك اصل الاستاذ محمد هو اللي كان معاه الورقه وهو مش موجود دلوقتي، فين اصله بيصلي؟ الاستاذ حسن اصله ده طلع دلوقتي عند المدير وهو في بيته. فتعالى بكره هيكون هو موجود، هو على نفس المكتب المفروض. فاذا العدد والترهل الاداري ده غلط. احكي لك حكايه ظريفه جدا. انا كنت في مارينا، كنت مدير القصر العيني الفرنساوي. هيك ممكن عايز صوتك بس. ايوه. انا كنت مدير القصر العيني الفرنساوي، وكنت الحكايه بدات ازاي؟ كنت في مارينا، ففي واحد ويتر بيقدم في احد المطاعم. الواد شكله مش غريب عليا. شفته فين قبل كده؟ شفته فين؟ مش عارف شفته فين. قلت له خد يا واد انا شفتك قبل كده. وبعدين لما شافني بقى بيستخبى، استغربت الحقيقه. فقلت له تعالى انا شفتك قبل كده فين؟ من هنا لهنا طلع موظف في الاصل يعني فرنسي. طيب هو برضه يعني حظه برضه يعني انت في مارينا ونفس المطعم. طيب الموظف قام قعدت ادور. طيب ما ده هو اللي قال لك وانت اكتشفته؟ قال لك الموظف؟ قال لي طبعا. ما خلاص بقى ما قال لي يبان عنك. المهم طيب انت الموظف دوت بياخد مرتبه ومظبط اموره. لقيته بقى مظبط اموره زي لما رجعت القصر يعني. لا لا ده دي قصص كتير بقى، ده انا احكي لك حاجات كتير. لا بيمضوا لبعض، ما هو في فرق، هل هو بياخد اجازه ولا بيمضي ولا بيعمل ايه؟ قول لي بس. ما اولا لا اجازه دي اجازه مش هاخد مرتب. طب امال ايه بقى؟ لا بيعمل لا إيه؟ ممكن واحد يمضي لواحد. تمام خلاص. لغينا الامضى وجبت الساعه البصمه. لا جبنا بتاعت الكارت بقى، يدي واحد يدي الكارت لواحد. لا في البصمه بقى اهم حاجه. جبنا البصمه. لا ده البصمه بيعملوا فيها حاجه شيك قوي. عطلوها؟ لا يا ريت عطلوها، دي بغير عليها. لكن البصمه لما بتيجي تحطها بتحط بصمتك. انا مش عايز اقولها بس عشان لا قول لي. لا قول لي اصل لا ما انا عندي بصمه برضو في شغلي. بس قول لي بقى بتعمل بصمه. فليه بيعملوا ايه؟ يعني انا عندي ناس متجوزين من بعض، واحد ومراته. تمام واخد بالك؟ فلما يجي البصمه بتاعت مراته لما يجي يحطوها
يحط صباعه ده، البصمه بتاعته يحط صباعه ده، فيبصم لمراته بصباع ده ويبصم لنفسه بالصباع ده. بس يبقى هنا برضو في يعني تلاعب المفروض اللي بيخليه ياخد بصمته يكون شخص مسؤول، يبقى عارف ان الشخص نفسه هو اللي بيحط بصمته. انت ما حدش واقف على المكنه، مش انت في النهايه، انت في البدايه بتسجل بصمتك عشان في بدايه العمل بترتب بقى امورك بقى، بترتب امورك. بترتب امورك، مش صعبه ديت. ما هو اللي بيشتغل على 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 الستيشن بتاعت بتاع ده، ده حاجه جميله جدا، ده اللي في ايده كل حاجه، ده اللي في ايده يعمل زي ما هو عايز. يعني عايز اقول لك في تلاعب كتير، في تلاعب. بس انا يعني انا اكيد عايز اعرف حضراتكم الموظف اللي كان موجود في مارينا والدكتور لما رجع القصر العيني وبعد قصه خلصت. ايوه انت عملت في ايه؟ طب هناخد فاصل اعلاني بسرعه كده، بعد الفاصل هعرف هو الموظف ده اتعاقب ولا كان في منظومه فساد الدكتور ما قدرش عليها. بعد الفاصل مشاهدينا في كل مكان، رجعنا لكم بعد الفاصل. يوم السبت القادم انتظرونا ومناظرة مهمة مع الدكتورة ميسون الفيومي والدكتورة إيمان الرئيس، وكل واحد فيهم له رأي مختلف عن التاني بخصوص الشروط التي يجب أن تتوافر في وثيقة عقد الزواج. في اللي بيقول لازم يكون في شروط، والشخص الآخر بيقول لا ما يكونش في شروط. وبعد نجاح حلقة الأمس مع الكاتبة الصحفية نجاة عبد الرحمن، معنا الجزء الثاني من حواري معاه إن شاء الله هيكون الأسبوع القادم. رجعنا مرة ثانية لمبادرة الأستاذ الدكتور نبيل عبد المقصود، والخاصة ب اقتراحه ان موظفي الحكومه يشتغلوا 3 ايام فقط في الاسبوع. بس قبل الفاصل كنت بس بسال، طب رجع لنا يعني الحمد لله معانا المحامي الشهير الاستاذ محمود عطيه منسق حمله مصر فوق الجميع. اهلا بيك يا استاذ محمود. اهلا بيك استاذ محمود. وانت معانا هنشوف مع بعض الصور الفنانين والفنانات اللي اثارت ضيقك بالامس معايا والنهارده الصبح بخصوص سفرهم. ايه اللي ضايقك وضايق ايضا سفر 100 نائب من البرلمان لتأييد الفريق المصري في روسيا؟ اتفضل. الو. ايوه استاذ محمود اتفضل. لا اولا مساء الخير على حضرتك وعلى ضيوفك. مساء النور. اتفضل. المساله موضوع الاول، الموضوع ال 100 نائب ده نجنبه لان ده على السوشيال ميديا، والاستاذه الدكتوره لميس جابر قالت لها تصريح قالت ان الكلام ده عاري تماما من الصحه. هذه نمره واحد، واحنا مش عارفين نتاكد بمين يعني. نمره اثنين، موضوع يعني فكره ان هم سافروا على حساب الصندوق، مش الصندوق ده مش حقيقي، مفيش حد خالص سافر من البرلمان. انا ما اعرفش، هي كده يعني على موقع اخباري الدكتور لميس جابر قالت هذا الكلام. تمام. نمره اثنين، موضوع هؤلاء الذين سافروا على نفقه شركه من شركات الاتصالات التي تتبع الدوله كما قرانا، ومش انا اللي بقول، انا معلوماتي ما بتيجي منين؟ معلوماتي يا استاذ احمد بتيجي من السوشيال ميديا والاعلام والكلام ده، ونفي احنا اتعلمنا النفي تاكيد. لما يبقى في تصريح في على اليوم السابع على الاخبار العاجله امبارح باين او النهارده، ويكتبوا ان نفى مصدر، طبعا انا ما اعرفش مين هذا المصدر، ان الفنانين مش مسافرين على حساب الدوله ولكن مسافرين على حسابهم. تمام. طبعا كلمه على حسابهم دي مستبعده تماما حتى بالبديهي كده يعني، اخبار حضرتك. فاذا الموضوع ده انا بطالب فيه التحقيق فورا يعني. احنا كلنا بنتمنى للمنتخب الوطني التوفيق باذن الله، لكن وبعدين في هناك ما شاء الله في مشجعين وناس مصريين وطنيين مسافرين على حسابهم، لكن في وسط هذا الـ يعني فخامه الرئيس السيسي بيقول يعني نتعاون ونتكاتف لنمر من هذه الضائقه الاقتصاديه اللي موجوده، ونلاقي ان هذه الشركه بعينها التي انا قرات انها ممكن تكون هي اللي عملت الكلام ده، هم اللي قالوا يعني في كليبات كده اللي بتصور بتقول ان دي الشركه الفلانيه، والشركه الفلانيه احنا عارفين انها تتبع مصر، تتبع الدوله يعني. ان احنا مسافرين على نفقتها، وبعدين تلاقي في الكليبات اللي معروضه على وسائل الاتصال ان موجود هؤلاء الناس وابنائهم والبعض منهم معاه احفاده. فعايزين نعرف اذا كان الناس كلها بتعاني ومستحمله عشان خاطر رئيس الجمهوريه بيقول لهم نعدي المرحله اللي احنا فيها دي
ونلاقي معطرت فلوس بهذه الطريقه على حساب المواطن الغلبان وقبليها لسه خارجين من رمضان برضه نفس ذات الشركه اللي بيتكلموا عليها عامله اعلانات مستفزه جدا بتاخد فلوس الناس وتحطها بقى لناس معينه. لا عايزين نعرف الكلام ده يعني ازاي ماشي ازاي. يعني ممكن يرد عليك يتقال لك دي احد سبل الدعايه والاعلان لهذه الشركه. يا استاذ احمد انا سالت ناس محاسبين ومتخصصين فقالوا ان 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 الدعايه بيدفع عليها 20% ضريبه دمغه، اما ال 80% الباقيه فهي بتخرج مصروفات لاي شركه من الشركات اللي هي ماسكه دفاتر منتظمه. تمام. ممكن مامور الضرائب يقول مثلا 80% لا ده كتير نخليها 70 نخليها 60، ولكن هذا الرقم المفروض انه بيروح للدوله بيروح للضرائب بينتفع بها الناس كلها، لكن ما يروحش لاشخاص معينين ويقول لك دي. طب ما دعايه يا سيدي ما تعمل دعايه بدل ما هو الكارت ب 100 جنيه بيدي 70 جنيه خليه ب 100 جنيه ويدي 80 جنيه وهتبقى احسن عايه ويبقى خدمة. طب سؤال اخير يا استاذ محمود، الزياره دي يعني السفر فيفا عبده ومجموعه الفنانين والفنانات ده مفيد للفريق وانهم يقعدوا في نفس الفندق ولا ده ممكن يعمل لهم ازعاج ويشتت مجهودهم؟ والله يا استاذ احمد معلوماتي ان حصل هرج ومرج في اللوبي بتاع الفندق وتدخل الامن لعشان راحه اللعيبه وعدم تشتت افكارهم. واخد بال حضرتك لان المساله ايه الاحتياج لهؤلاء ان هم يسافروا؟ انا عايز اسالك سؤال واسال ضيوفك الكرام، ما مدى الاحتياج لهؤلاء وان دول سواء بنات ستات ولا رجال؟ ايه الاحتياج يعني؟ تقول لي قوه ناعمه مش قوه ناعمه، تقول ما فيش لا قوه ناعمه ولا قوه خشنه ولا عندنا اصلا فن اصلا. خلاص احنا دلوقتي بنعيش مرحله الاضمحلال الفني والادبي وكل حاجه. نعم. احنا زي مثلا عصر النهضه بتاع زمان بتاع اوروبا، احنا دلوقتي لا مش بنعيش عصر النهضه، بنعيش عصر الاضمحلال الذوق حتى. لما يستفزوا الناس بهذه الطريقه لا الكلام ده يعني اللي يسافر على حسابه يا سيدي احنا نشكره زي بقيه الشباب اللي مسافر على حسابه. ده ممكن في شباب مستلفة فلوس عشان تروح تحيي بلدها عشان نعم. وطنية. لكن اللي يسافروا سفلقة على حساب الدولة على حساب او الشركة او الفلان برضو بنلف وندور ويرجع ان هم مسافرين على حساب اي جهة تخص الدولة. نعم. فكلام غير مقبول تماما. يعني عموما نعم انا بشكرك استاذ محمود عطيه منسق حمله مصر فوق الجميع، ومن اسم حتى يعني بيقول لك مصر فوق الجميع حتى لو فوق الفنانين والفنانات اللي سافروا، لو سافروا على حسابهم مفيش مشكله، انما زي ما استاذ عادل نعمان في بدايه كلامه بيتقدم ببلاغ للنائب العام وللمسؤولين في الدوله وبيقول يا جماعه شوفوا المساله دي، ولو كان فعلا سافروا سفلاء زي ما الاستاذ محمود عطيه بيقول او على حساب الشركه دي لا يرجعوا الفلوس او يدفعوهم فلوس السفر ده. معايا استاذ محمد من القاهره. استاذ محمد اهلا بيك، اتفضل. السلام عليكم، كل سنه وانتم طيبين يا استاذ احمد. وعليك طيب الصحه يا استاذ محمد، اتفضل. اتفضل يا استاذ محمد. بس عايزك ما تقطعش عليا وما تقاطعنيش الا لما اقول اللي انا عايز اقوله. ليه انت بتشترط عليا الشرط ده يعني؟ انت ليه بدايه الكلام هوا وتقطعش عليا لما احنا انت بتسال انت هتتخانق يعني؟ انا اسف مش بشترط. لا لا انت هتتخانق. لا مش بتخانق. هتتجاوز في كلامك؟ انا بس من الاول لا يعني انت خليك معايا، بس هو من البدايه انت لو هتغلط هضطر اقطع، لو هتتجاوز هضطر اقطع، انما لو هتتكلم زي ما احنا بنتكلم مع بعض كده مش هقطع. اتفضل. لا بقول لحضرتك بس تفهمني الاول او تديني فرصه من غير ما اقطع عشان ما اعرفش الكلام هيبقى مش متفهم. لا هو عموما طالما ارجع تاني واقول طالما ما فيش تجاوز، طالما لا الضيوف ولا ضيوف سابقين ولا اتفضل. كنت مسؤول كبير يعني. اتفضل اسمعني. اتفضل. هي وجهه نظر في اللي بيحصل في ارتفاع الاسعار وفي بعض مظاهر الغلاء والفساد. الغلاء مرتبط بالفساد والفساد مرتبط بالغلاء. لو حضرتك النهارده انا مش هقول لك حاجه غير اني ومش هحدد حد معين عشان ماليش دعوه، انما احنا بنتكلم ان الرئيس السيسي ما هوش بيدير الدوله كلها بنفسه، لازم كله اعوان ووزراء ومسؤولين كبار. شيء طبيعي. مظبوط سعادتك؟ تمام. كتير من الناس مش هنتكلم على حد معين، انا ما بحبش اذكر حد، ربنا ستار على عبيده. ناس كتير اتمسكوا في اراضي فساد وكده وكده. تمام. لكن انا عايز اقول لحضرتك، فاكر المشهد بتاع عباس فارس مع نجيب الريحاني لما قال له مبلغ كذا؟ قال له لا ده كده غلط كده للخروف. الخروف حبل الخروف والخروف ورجل الخروف. نعم. انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، انا النهارده
لما آجي والوزير بتاع النقش تحديدا انا ما بنتقدوش بتجاوز، بس انا بقول في وجهه نظر. بس هيك سريعا باشا، يعني الاعلام في معاد النهارده انت عايز ترفع المترو ويحقق لك الحصيله معايا سعادتك النهارده. طب بقول لك على حاجه، طب خليك ايجابي معايا وتقول لي انت موافق على فكره ان موظفي الحكومه بدل ما يقعدوا ست ايام يشتغلوا وما بيشتغلوش يشغلهم نص المده، يمكن ده يوفر حاجه؟ نص المده يعني فلوس ولا ما ياخدوش فلوس؟ لسه مش طيب مش تابعنا مش تابعنا حاول تتواصل معايا تاني بعد ما ضيف الكريم بس يقول المبادره بتاعته. بشكرك جدا يا استاذ محمد. بص حضرتك سريعا بقى قول لي الفكره كلها ايه؟ تعالى ناخد هيئه اداريه او حكوميه فيها عدد من الموظفين، عدد الموظفين دوت بيزيد عن طاقتها على الاقل ان ما كانش مرتين هيبقى ثلاثه. طيب احنا قلنا ايه؟ طب لو احنا قسمنا الموظفين دول الى مجموعتين، مجموعه الف ومجموعه ب. تمام. انت لك عند الموظف من 32 ساعه ل 36 ساعه حسب درجته. فانت لو شغال في الاسبوع في الاسبوع مالكش حاجه اكتر من كده عنده. 32 ساعه ل 36 ساعه يعني هو المفروض بيشتغل 6 ايام في الاسبوع صح؟ يعني او خمس ايام على أو حسب في كده وفي كده كده وفي كده اليوم في كام ساعه؟ احنا لينا 36 ساعه او 32 ساعه ده قانون على حسب في الاسبوع على حسب درجته. كويس. انت ممكن تاخد ال 36 ساعه دول على 3 ايام يجي 8 الصبح ل 8 بالليل وياخد ساعه راحه في النص، او اقسمهم على 4 ايام تحر هم بقى يرتبوها، يعني دي مجرد فكره وهم يعدلوها بطريقه حسب معزينة. المكان نفسه هم يعدلوها بطريقه معزينه. الفكره ايه؟ الهدف منها انك انت اولا هتقلل عدد الموظفين اللي موجودين في المكان في هذه الفتره. نيجي ناخد ايه الفوائد اللي هتعود على المكان؟ اولا هتقلل عدد الموظفين اللي موجودين اللي ما لهمش لازمه. يعني بس عشان قبل ما نقول بس الفوائد، يعني حضرتك دلوقتي اقتراح عشان الناس تفهمه، حضرتك انت ليك عدد ساعات 32 ساعه او انا كجهه حكوميه كجهه حكوميه هاخدهم. اللي انا افهم معنى كده حتى لو بيشتغل خمس ايام يقول له مثلا ست ساعات او سبع ساعات، لان هو لو بيشتغل في اليوم ثمان ساعات 8 في 5 هيبقى 40، هيك انا بتكلم في 32 ساعه او 36 ساعه حسب الوظيفه. هياخد مرتبه كامل؟ طبعا هياخد بس بدل ما يروح الشغل خمس ايام هيروح الشغل ثلاث ايام. هيوفر لبس هيوفر هقول لك اعمل ايه؟ يعني مجموعه هتروح سبت وحد واثنين وتاخد ثلاث واربع وخميس وجمعه اجازه. يعملوا ايه في اربع ايام بقى؟ هنا بقى انت لازم تدي له تصريح يشتغل بره عشان يزود دخله. ساعده. الهيئه تدي له تصريح يشتغل بره عشان يساعد دخله في الاربع ايام التانيين، هو حر. يجمع ما بين عملين، عمل هو حر زي ما بيحصل على ارض ما هو بيعملها اصلا، بس بيعملها ازاي بقى؟ بيجي يخلص شغل الساعه 2 فيمشي الساعه 1 عشان يلحق شغله الثاني الساعه 2 عشان يخلص الساعه 11 بالليل يجي لك الصبح مش شايف قدامه. لا احنا هنقننها. فانت ليه عندك 32 ساعه و 36 ساعه؟ خدهم مني في ثلاث ايام والاربع ايام التانيين اجازه خاص، والمجموعه الثانيه نفس الحكايه. وادي له ساعه في الراحه اجازه في النص. طيب هنا هنستفيد ان عدد الموظفين الموجودين هيبقوا النص، هيبقى عددهم اقل، اللي شغالين هيبقى قاعد على كرسي، لو ساب كرسي الشغل هيتعطل فمش هيقدر يسيب الشغل فهيشتغل فهينتج وهشوفه. الحاجة التانية ان هو هيوفر المواصلات بتاعته، هيوفر مواصلات اربع ايام وهيروح يشتغل القطاع الخاص بتاعه. هيستخدم مواصلات برضه. خلي بال حضرتك، هو الصبح الساعة 8 كلهم بيروحوا جايين، الساعة 1 كلهم بيروحوا ماشيين، انت لما تجيبهم الساعة 8 وتمشيهم الساعة 8 بالليل انت عملت وقت الذروة، عملت وقت الذروة. دي نمرة واحد. نمرة اتنين انك انت خليت الجهة الحكومية بتقدم الخدمة للمواطن من 8 الصبح ل 8 بالليل. ما بقاش مزنوق لازم يروح على الساعة 1. تقفل واحدة واثنين وثلاثة وانت بقى في عمل فتحتها لغاية الساعة 8. طيب. لا لسه. فتحتها لغاية الساعة 8 فالمواطن هيبقى يروح براحته، مش هيبقى في تكدس قبل الساعة 2. أستاذ زين بس ناخد تليفون أحمد ونرجع تاني. أول حاجة فضلك. اتفضل، معلش يا أحمد استناني. اتفضل. أول حاجة فضلك. أنت شغلته من 2 لغاية 8 بالليل من غير أوفر تايم، ما كلفتش الدولة حاجة. لأنك كنت بتقفل الساعة 2 قعدته ل 8 بالليل ما دفعتش حاجة له في هذا اللي يعني من ضمن المميزات إن أنت كمان قدمت الخدمة للمواطن في فترة أطول فقللت الزحام، بدل ما أضطر أروح في وقت معين أخلص فيه شغل الحكومة، لا أنا ممكن أتعامل مع الحكومة زي الشارع العقاري زي المرور وأقدر أتابعه يعني. أقدر أتابع الفرد لأن العدد قليل، أقدر أتابعه غير لما يبقى خمسة موجودين هتابع مين؟ فهيك بتكلم إن عندك 7 مليون مواطن بيشتغلوا بس أول محتاجهم 1.5. طب معايا أستاذ أحمد نرجع تاني نعرف رأي الأستاذ عادل النعمان في هذه المبادرة. اهلا بيك يا استاذ. عايز اكملها. استاذ احمد اتفضل. ايوه يا فندم مساء
الخير. مساء النور يا استاذ احمد. كل سنه وانتم طيبين. وهيك طيب صح. هو طبعا الموظف بطبيعته طالما هو ما فيش مثلا يعني حاسس بان هو شغل روتين كل يوم هو يوم هو هو فبيحصل له حته وطبعا الضغط اللي هو المواطنون طالبين الخدمه. نعم. فبالتالي ما هو بيخش مثلا في نظره حتى لو بياخد مقابل مجهود هو عنده احساس بانه هو مش بياخد المجهود المقابل المادي بتاعه او الادبي. ايوه. فبالتالي فبيحصل له حته ان هو ما يخدمش المواطن بالطريقه السليمه. فوت علينا بكره ده حاجات اللي هي الحكوميه او كنا بنسمعها في نعم. البرامج او نعم. بشكرك يا استاذ احمد. معايا استاذ محمد الاسماعيليه. اهلا بيك يا استاذ محمد. اتفضل. استاذ محمد انت موافق ان موظف الحكومه يشتغل بعدد ساعات معين يخلصه في ساعات في يومين في ثلاثه بدل ما يروح ويجي وفي مواصلات وزحام على مدار الاسبوع ولا؟ اهلا بيك. اتفضل يا استاذ محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ احمد عبدون يعني من المذيعين المميزين واللي الواحد بيحبهم طول عمره من ايام ما كان بيقدم برامج الدينيه وانت راجل محترم وبتسمع للمستمع دايما. فاتمنى ان انت يبقى صدرك راحت معايا شويه وما تقطعش عني الخط. وليه التحذيرات كلها النهارده جايه؟ انت هتغلط في الكلام هتتجاهل. لا 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 مش غلط. لا 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 احنا مش قاطع عليك. لسه طالعين من رمضان ولازم نبقى طالعين رمضان مأثر فينا يعني. طب الحمد لله يا استاذ محمد اتفضل. لكن كل اللي انا بقوله طبعا انا موظف حكومه. ايوه. لما موظف حكومه ياخد له 2000 جنيه مثلا خد حضرتك وجايب الطالب ان هو بيخدم الدوله كلها. ولما تيجي زي هيئه اقتصاديه زي هيئه قناه السويس لما ياخد له 84 شهر حوافز في السنه غير 450% في الشهر وابقى انا جنب منه وساكن جنب منه وقاعد جنب منه وبشتغل اكتر منه وباخد 2000 جنيه، هل دي عداله؟ احنا عملنا ثورتين عشان عداله اجتماعيه، وروني العداله الاجتماعيه وانا اشتغل 12 شهر 12 ساعه في اليوم. يعني برضه بس عملوا عداله اجتماعيه. بس البيانات التنفيذيه دي على المسؤوليه انا ما اعرفش مدى دقتها، يعني انت بتقول لي بيعمل انا 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 بقولها لك لان انا كنت شغال في الهيئه وكنت معادل الهيئه ورجعت حكم محلي. اه انت ما كنت معاقب كنت بتقبض كده. 84 شهر في الهيئه. كنت بتقبض كده؟ غير 450%. ايوه كنت انت بتقبض كده لما كنت معاقب؟ انا كنت بقبض كده، كنت بقبض كده في الهيئه وانا هنا في هناك كنت معترض لما كنت بشوف بتوع الحكم المحلي بيقبضوا كده كنت بعترض وكنت زعلان. ولما جيت طلبت بحق قانون الخدمه المدنيه انصفني وعمل لي الاساسي بتاعي بدل ما كان 600 و400 جنيه وكنت بقبض على اساسهم عمل لي 2000 جنيه الاساسي راحت الهيئه. انت ايه رايك انت مع السلامه روح اقعد من محافظتها. خدوني 20 سنه هناك وثلاث عمليات قلب يعني استاذ محمد روح اقعد من محافظتك. انا معاك. فين العداله اللي هنا في الدوله بقى؟ استاذ محمد احنا دلوقتي بنناقش قضيه ثانيه بنناقش قضيه. انا معاك طبعا في كلامك لو انت يعني انا مصدقك. ممكن اسال سؤال؟ اتفضل استاذ محمد. بعد اذنك حضرتك على الهيئه. انا ليا قضيه بيني وبين الهيئه. استاذ محمد بعد اذنك لو سمحت. أوه. انت ايه رايك كموظف حكومي لو تشتغل 3 ايام في الحكومه وتشتغل في الخاص بتصريح رسمي لك من حقك 4 ايام تانيين؟ طب ما تقول طب ما اقول لحضرتك حاجه احلى. طب تشغلني 12 ساعه في الحكومه واديني 25% من اللي بيقبضه موظف هيئه قناه السويس. عايزك تعمل كده حاجه وشغلني 12 ساعه. انا مش هقعد. بص مش هقعد. اه يعني القضيه بتاعتك خطيره يا استاذ عادل. لما بيقول دي قضيه خطيره فعلا ان في بعض زي البنوك زي لابد ان ده يعني فكره ده برضه لابد ان تراعي النقطه دي فكره الحد الاقصى للاجور كمان لبعض. يا فندم احنا عندنا قماشه. اه ما نقدرش نفصل منها اكتر يعني ما تجيش تديني قماشه وتقول لي فصل لي 4 بدل وهي تفصل بدله واحده. كان في بعض الاماكن مش الفضل فيها للموظف انه يشتغل فيها عشان ياخد مرتب عالي جدا جدا اذا ما قورن زي البترول وزي يعني هي البلد دي كلها بلد الناس بحيث انه واحد يشتغل في البترول ياخد 20 نفس الموظف من غير واسطه عين يشتغل في حته ثانيه ياخد له 1500 جنيه وتيجي تقول لي عداله اجتماعيه وتيجي تقول لي مطلوب انه يشتغل. طب انا عايز اكمل لك بس هي الجزئيه اللي قالها الاخ لا موضوع ده غير موضوع انا عايز اكمل لحضرتك الموضوع ده برضه يعني فكره ان احنا بنفتح هذه الموضوعات مهمه فبنسمع اهات ومشاكل المواطنين. ما المشاكل ماليه كلها مشاكل ماليه. طب انت دلوقتي حضرتك برضه اقتراحك انه يشتغل عدد الساعات زي ما بعض القطاع الخاص ما بيعمل ان انت تديني انا 36 ساعه نقسمهم بقى بمعرفتنا وحاجه ثلاث ايام اربع ايام كل هيئه على حسب نظامها وتديني اي حاجه ثانيه هيك اقول لحضرتك فوائدها ايه. اه. فوائدها بالنسبه للدوله انك انت قدمت الخدمه من 8 الصبح ل 8 بالليل من غير اوفر تايم. اوفر تايم تمام. ريحت المواطن انه يروح ياخد الخدمه بتاعته على فتره مفتوحه فما يحصلش فيه تكدس في الشوارع. تمام.
ما دفعتش اي حاجه زياده. بس انت خليت الموظف استهلك لانك شغلته 12 ساعه في اليوم، مش ورجعت بعد كده بالظبط قلت له ايه عندك اربع ايام تروح تشتغل في قطاع خاص، وكانه شغال في مكن. انت عندك المفروض يشتغل. انا عايز اسالك سؤال، خلينا منطقيين. ومين بيشتغل 12 ساعه؟ يا واحده يا فندم خلينا منطقيين، انا راجل اشتغلت في الاداره وعارف وفي الحكومه. الموظف بيقعد عندي لغايه الساعه 2 ويمشي الساعه 1 عشان يروح يشتغل الساعه 2 عشان يخلص من شغله هناك الساعه 10 11 بالليل ويجي لي نام على نفسه. حاولت تغير المنظومه؟ انا خدت حاولت ايه تغير ده؟ ولا حاجه. ما قدرتش. لا لا بقول لك انا كحكومه خدت ايه؟ ولا حاجه، لكن دفعت المرتبات. فخلينا منطقيين، انا ليه عندك 36 ساعه؟ القانون بيقول كده، وحقي عليك من المرتب اللي تاخده، ماليش دعوه مرتب قليل مرتب كبير، انت ارتضيته. صح؟ صح. ارتضيته ولا ما ارتضيتوش سيبه يا اخي. فانت ارتضيته، خلاص انت بتاخد، بس مش ترتضيه وتاخد الفلوس وما تنتجش. ما هو ده اللي مودينا ورا. تمام. لازم تنتج. اكمل بعد اذن حضرتك. فانا دلوقتي انا ليه عندك ساعات عدم عمل معينه؟ بس وبعدين ما نقول لحضرتك، وبعدين بالنسبه للشخص انت هتدي له اربع ايام. هنا في نقطه مهمه جدا بالنسبه للسيدات. انت بتدي فرصه للام تقعد في بيتها اربع ايام اذا كانت مش هتشتغل بعد الظهر، انها تاخد بالها من بيتها ويرجع دورها للاسره مره اخرى مع الاستفاده من خبرتها في الثلاث ايام اللي هي بتقعدهم معانا. بعضهم يقول لك طب والعيال من المدارس هنعمل فيها ايه؟ انا بروح اجيب العيال من المدارس الظهر. ما فعلا بتسيب الشغل وتروح تجيب العيال من المدارس توديهم وبعدين ترجع. ما هتفضل برضه تسيب الشغل وتروح تودي او هتعمل ايه؟ هنا ما انت رجعت لي البيت الساعه 10 بالليل. لا لا بص، هنا ممكن تقسمها للستات ان هي تبقى فتره تخلص الساعه 5 بعد الظهر. على عدد ايام على اكبر. على عدد يعني. ايام اكبر. طب استاذ عادل نعمان شايف دي مبادره ممكن ويعدلوها زي ما هم عايزين؟ هي فكره يعني ارجو ان يكون هذا على مسؤوليتي الشخصيه. نعم. اي تعديل في ظل منظومه الفساد الاداري اللي بنعيشها في مصر مساله صعبه جدا. لما يبقى متوسط عمل الموظف الحكومي في مصر 27 دقيقه في اليوم، ده بتقارير رسميه، وتيجي حضرتك عشان تحط منظومه جديده ان انت تخفضها له 3 ايام، ال 27 دقيقه دول هيبقوا 13 دقيقه. ونحن شعب نتحايل على عدم العمل وفوضى العمل وفساد العمل. انا وجهه نظري مع احترامي لحضرتك تماما يا هنعدلها بس شويه. هنقول ايه؟ هنقول انه واحد نفتح المجال للخروج للمعاش المبكر. ومفتوح. نعم. بحيث انه تستغني الدوله عن مبلغ. تمام. وتبدا تصرفه لكل من يخرج معاشا مبكرا عشان يروح يشتغل. ادي واحد. الامر الثاني ان يخير الموظف في العمل بنصف اجر نصف مده. ثلاثه انه نلغي يوم الجمعه ويوم السبت بحيث ان يبقى دولاب الاعمال منظم ويشتغل فعلا سبعة ايام، بحيث ان انت عندك يومين في الاسبوع الناس تشتغل فيهم، بحيث ان دولاب العمل يستكمل. مش معنى ان انا اشغل موظفين جمعه وسبت اروح ما الاقيش الختم موجود او بتاع الخزنه مش موجود، لا. انا مقصده ان دولاب العمل ورديتين في اليوم، دولاب العمل يستمر يومين بحيث ان يكون دولابا مكتملا لانهاء الاعمال. رابعا من الممكن ان احنا ندور بقى زي العالم بيشتغل عن بعض الاعمال التي من الممكن من غير تزوير ولا غش ولا تزييف ولا تدليس ان يتم العمل فيها من البيوت، بحيث ان المعلومات تبقى لدى الموظف كاملة على الانترنت او غيره. اما مسألة ان احنا نخلي الموظف 36 ساعة ده ما بيديش يا فندم غير 26 او 27 دقيقة في اليوم. تمام. موظف اصلا حريص جدا على التزوير والتزوير والافلاس والتفليس والرشوه والفساد والمحسوبيه وكل العبر اللي زي الزفت، وتيجي تقول له تعالى اشتغل ثلاث ايام مش هيجي لك كمان. لا لا مش كويس. لا بس انا 90% يعني عموما زي ما قلنا بس عشان وقتنا خلص. هي دي مبادره من ضيف الكريم دكتور نبيل عبد المقصود، وبيقول لك يعني بدل ما يبقى فيه زحام شديد ومده الخدمه بيبقى قصيره هنطول المده دي وندي فرصه للموظف انه يشتغل رسمي في مكان اخر او يشوف مشروع تجاري او يقعد على الاقل في بيت لو سيده ممكن بيتها اولى بيها. استاذ عادل النعمان شايف ان كده الموظف مش امين
تعيين وما بيشتغلش، فانت كده اديت له فرصه انه ما يشتغلش اكتر يعني. بشكر ضيوف الكرام الاستاذ الدكتور نبيه عبد المقصود مدير القصر العيني الفرنساوي سابقا ومدير مركز السموم القصر العيني الفرنساوي، اهلا بيك يا دكتور نورتني مره ثانيه. وبشكر الضيف الكريم الاستاذ عادل نعمان الكاتب الصحفي الكبير، بشكرك استاذ عادل مره ثانيه، وانتظروا الاسبوع القادم والعديد من مقالاته هنناقشها. احنا ان شاء الله اجازه اربع وخميس، انتظرونا وبدايه اسبوع يوم الجمعه اللي جايه في الرابعه وحلقات مهمه معانا جيت عبد الرحمن، معانا الاستاذ محمود عطيه، معايا الاستاذ عادل نعمان، دكتور حذيفه المصير، مناظره يوم السبت مع دكتور ميسون الفيوم والدكتور ايمان الرئيس، مع تحيات محمد حسن ودعاء التوفيق، وتحياتي انا احمد عبدون. اشوفكم ان شاء الله يوم الجمعه في الرابعه وحلقه جديده من برنامجكم عما يتساءلون مع احمد عبدون.